السلام عليكم. كتاب النهاردة اسمه الفشل البناء. هنوضح الفكرة الرئيسية للكتاب. يقول جون سي ماكسويل مؤلف الكتاب: بعض الناس يولدون لتحقيق كل ما يريدون في الحياة، وقد يقول البعض أنهم محظوظون، ولكن في الواقع توجد حقيقة وراء نجاحهم، وهذه الحقيقة ليست دائما الخلفية العائلية، لأن نسبة كبيرة من الناجحين كان آباءهم منفصلين وليست الثروة، فبعض العظماء جاءوا من عائلات فقيرة، كما أنها ليست الفرصة، لأن ما قد تراه فرصة هائلة يراه غيرك عكس ذلك. وليست أيضا الأخلاق العالية، لأن هناك من هم أخلاقهم عالية ولكن ليسوا بناجحين، وآخرون على نفس مستوى الأخلاق وذو إنتاجية عالية. وأخيرا، فليس الحقيقة وراء النجاح أيضا الطفولة السهلة. فهيلين كلير واجهت صعاب عديدة، وبالرغم من ذلك نحن نذكرها حتى الآن. وهنا يوضح لنا جون ماكسويل الإجابة، أو الفرق بين الأشخاص العاديين والأشخاص الناجحين. والفرق بالنسبة إليه هو إدراكهم واستجابتهم للفشل. الفشل الحقيقي في وجهة نظر جون هو أن تفشل ولا تتخطى هذا الفشل. ويعتقد جون ماكسويل أن هناك أخطاء عن الفشل نعتقدها. أولاً، الفشل يمكن تجنبه، وهو ليس بالطبع كذلك، لأن الخطأ من سمات البشر. ثانياً، يعتقد الناس أن الفشل حدث، وهو ليس كذلك. فحصولك على علامة راسب في مادة ليس هذا هو الفشل، ولكن الفشل عملية تعتمد على ردة فعلك تجاهه، وعلى الأسلوب الذي تتعامل به مع الحياة. ثالثاً، أنت الوحيد القادر على الحكم على نفسك بالفشل أو النجاح. رابعاً، الفشل ليس هو عدو الإنسان، فأحياناً الفشل يكون كالسماد الذي يغذي الأرض، ولولا الأخطاء لما تعلمنا. ويقدم لنا ماكسويل قدرات تساعدك على جعل الفشل بناء، ويكون الفشل هو نقطة الانطلاق للنجاح. أولاً، يرى الناجحون أن الفشل أمر مؤقت. من يحملون أنفسهم نتيجة الفشل يرونه كالحفرة العالقون بها، ولكن الناجحون يعتبرون أي عائق أمر مؤقت. النقطة الثانية، الناجحون لديهم توقعات واقعية، فكلما كان هدفك عظيم كلما كان استعدادك الذهني أعلى وأكثر واقعية. ثالثاً، يركز الناجحون على نقاط القوة، فهم يركزون على ما يمكنهم فعله وليس ما لا يستطيعون فعله. النقطة الرابعة، يغير الناجحون أسلوبهم في التعامل مع المشكلات ويتحلون بالمرونة. خامساً، الناجحون يرتدون للخلف، فإذا كانت النتيجة كما تريد عليك أن تتعلم الأمر الصحيح الذي فعلته، وإذا كانت النتيجة غير ما تريد عليك أن تتعلم أيضاً ما هو الخطأ الذي فعلته حتى لا تفعله ثانية. سادساً، الناجحون لا يخافون الفشل، فالخطوة الأولى لعلاج الفشل هو ألا تأخذه على محمل شخصي، لأن الألم الذي يسببه الفشل يؤدي بالعديد من الناس إلى الخوف من الفشل، ونبدأ في رحلة من التقاعس والتسويف وإنعدام الهدف. فيقول برنارد شو إن الحياة التي تمضي بارتكاب الأخطاء ليست فقط الأشرف، بل إنها أنفع من حياة تمضي بفعل لا شيء. النقطة السابعة، الاعتراف بالخطأ هو بداية النجاح. قال أحد المدراء: العديد من الناس عندما يخطئون يستمرون بعناد في نفس الطريق، وينتهي بهم الأمر إلى ارتكاب نفس الأخطاء. إنني أؤمن بالشعار القائل: حاول ثم حاول مرة أخرى، لكنني أصيغه بطريقة أخرى: حاول ثم توقف وفكر ثم حاول مرة أخرى. آخر قدرة من قدرات الفشل البناء هي القدرة على وضع أحداث الماضي خلف ظهورنا، ومواصلة التحرك هي التي تجعل الشخص يعالج التحديات الحالية بحماس. ويوضح لنا جون ماكسويل أكثر 10 أسباب لفشل الإنسان. أولاً، المهارات الضعيفة في التعامل مع الناس. معظم المهن تحتاج إلى الاختلاط بالآخرين، فقد يكون لديك الذكاء الأكاديمي،
لكن ينقصك الذكاء الاجتماعي. ثانياً، التوجه الذهني السلبي. إذا كنت تتأثر كثيراً بظروفك المحيطة، فأنت في حاجة لتغيير تفكيرك وتوجيهه في الاتجاه الإيجابي، وتعلم الاستفادة من كل موقف لتتمكن من التغلب على أي عقبة قد تواجهها. أسباب فشل الإنسان أيضاً الوظيفة الغير مناسبة، فالارتباط بالمكان الغير مناسب كارتداء حذاء غير مناسب، الأمر ليس مريح تماماً، لذلك حاول فهم احتياجاتك والسعي إليها. رابعاً، انعدام التركيز. فيقول ماكسويل: الذين ينعدم عندهم التركيز يعانون ليس لأنهم مشغولون، ولكن لأن أولوياتهم غير مرتبة. خامساً وسادساً، اللامبالاة وعدم الرغبة في التغيير. التغيير عامل محفز لنمو الإنسان، لكن لا يجب عليك الولع بالتغيير لتكون ناجحاً، لكنك تحتاج أن تكون على استعداد لتقبله. السبب السابع لفشل الإنسان: العقلية المختصرة. من أكثر العوائق المنتشرة هي الرغبة في سلوك الطرق المختصرة لتحقيق النجاح، فالطرق المختصرة لا تفيد على المدى البعيد، أو قد يكون السبب الاعتماد على الموهبة فقط. الموهبة لها قيمة عظيمة، لكنها ليست كافية للعبور بالشخص خلال الإخفاقات المتعددة في الحياة، فكلما زادت موهبتك أصبحت أكثر ميلاً للاعتماد عليها والتكاسل عن العمل اليومي المستمر لتحسينها. السبب التاسع للفشل: الاستجابة للمعلومات الرديئة. فالقرارات التي تعتمد على المعلومات الخاطئة تحدث الكثير من الأخطاء. أما السبب العاشر والأخير هو عدم وجود أهداف. فيقول دون ماركيز: لا يوجد عائق لا يمكن التغلب عليه حقا سوى ضعف غايتنا. وأخيرا، هناك مثل قديم عن الملاكمين يقول: البطل هو الذي ينهض في كل مرة يقع فيها. شكرا جدا لاستماعكم ودعمكم لنا، أتمنى الموضوع يكون عجبكم، وشكرا لكل اللي بيعجبوا الفيديو وبيدعمنا بلايك وبيشترك في القناة لو أول مرة يشوفنا.